وإلى مصر، وأزمة اشتعلت في اليومين اللي فاتوا بسبب هذه الصورة. فزي ما شايفين تمثال الأديب الراحل عباس محمود العقاد لابس كمامة. هذا المشهد اللي وقع في حي العقاد بمدينة أسوان بجنوب مصر، شافوا البعض أنه طريف وبيعبر عن الوضع الحالي مع انتشار كورونا، ولكن البعض الآخر اعتبروا أنه مسيء لمكانة الأديب الراحل، وعلى رأس المعارضين كانت ابنة شقيق الأديب الراحل اللي شافت هذا الموضوع تشويه لتمثال عمها، متسائلة في مداخلة تلفزيونية فين المسؤولين؟ طيب، ردا على سؤالها خرج اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عبر برنامج التاسعة للزميل وائل الإبراشي واعتذر عن الواقع. بعتذر لأسرة العقاد يعني، لكن عايز أقول لحضرتك إن هذا الموضوع ما خدش أكتر من يمكن وقت بسيط يعني، لأن أول الشكل ده اللي ظهر بالشكل المسيء ده أول ما ظهر عندي على الواتس يعني ما خدناش أكتر من ربع ساعة رئيس مجلس المدينة، لا أصلا كمان شباب من أسوان بيساعدوه وبيساعدوا الناس يشيلوا الكلام ده. تمثال الأديب الراحل عباس العقاد مو هو الضحية الأولى في مصر، فقبله رموز كثير كانوا تعرضوا للتشويه في شوارع وميادين البلد بحجة تجديد وترميم التماثيل. نستذكر أبرزها. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أترككم في رعاية الله، موعدنا يتجدد غدا إن شاء الله في حلقة الخميس الونيس. في أمان الله، ورمضان كمان جاي، كل عام وأنتم بألف خير.